السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم إن شاء الله بإذن الله أول محاضرة في البروبابيليتي. المحاضرة تحت إشراف دكتور سامح الشناوي. معاكم دكتورة فاطمة طه البحر. دلوقتي بالنسبة للبروبابيليتي، إحنا بنقول لو أنا عندي سامبل سبيس، السامبل سبيس ده جواه إيفنت A أور B، وعندي ال A أور B دول سبسيت من السامبل سبيس الكبير اللي موجود عندي. طيب ده معناه ان انا عندي للسامبل سبيس اللي اسمه ايه لازم يبقى ليه probability، وبعدين ال probability بتاعت ال A لازم يكون بتحكمها المعادلة دي. ال probability of A لازم تكون in between الزيرو والواحد، لانه البروبابيليتي لازم يكون رقم اصغر من الزيرو. طيب البروبابيليتي اوف سامبل سبيس كله، البروبابيليتي اوف سامبل سبيس كله لازم يكون ايكوال 1. القواعد اللي المفروض نمشي عليها في البروبابيليتي قواعد اساسيه ولابد ان انا اكون حافظها واعرفها. اولا البروبابيليتي بتاع التقاطع ده في الغالب بيكون جيفن، او احنا بنحسبه من كل النظريات اللي موجودة عندي. لكن probability union for any two events، probability of A union B عبارة عن probability الأولاني plus probability التاني minus probability التقاطع. طيب probability الفرق ما بين ال two أو ال difference between two events، probability A difference B equal probability A فرق probability A تقاطع ال B. ولو عندي probability B minus A هيبقى عبارة عن ال B minus التقاطع. طيب عندي حاجة اسمها complement بيساوي واحد ناقص الأساسي، هيبقى واحد ناقص probability ال A الأساسية. probability ال B complement عبارة عن واحد minus probability ال B. طب لو جينا اتكلمنا عن probability union الكل complement، الكلام ده هيساوي واحد ناقص probability A اتحاد ال B، و probability A تقاطع B complement عبارة عن واحد ناقص probability A تقاطع ال B. probability A complement اتحاد ال B يساوي probability A complement زائد probability B minus probability A complement تقاطع ال B. ولو عندي ال complement جوه التقاطع يبقى probability A complement تقاطع ال B يساوي probability B minus probability A تقاطع ال B. طيب عندي probability delta، يبقى probability A delta B هي probability A difference B plus probability B difference A. شكرا جزيلا.